السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم طريقة تخليم الزيتون بطريقة حلوة قوي هتعجبكم وسهلة كمان وهتستوي بسرعة معاكي. جربيها ان شاء الله مش هتندمي، وحلوة قوي وبتستوي بسرعة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبة 2 كيلو زيتون ومشققاه بالطريقة دي ونقعاه 3 ايام، وكل يوم كنت بغير عليه المية 3 4 5 مرات على قد ما تقدري، على أساس المرارة اللي فيه كلها تروح، لونه غير كده علشان خلاص قربت المرارة منه تروح، هيدخل في مرحلة السوى كده، معناه ان هو هيستوي معايا بسرعة. وهنا ده 1/2 كيلو فلفل، ومعايا 2 كيلو ليمون ومشققاه بالطريقة دي، هنحطه على الزيتون وهيبقى كله خلطة واحدة، وكله هيدي طعم يعني الزيتون هيدي طعم الليمون، والليمون هيدي طعم الزيتون، وفي الاخر هيطلع لنا نتيجة حلوة قوي. وده كيلو ليمون معصور، حاطة شوية مية على النار شوية صغيرين، المية قربت خلاص تغلي، هنحط فيها الليمون نسلقه ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بس اهم حاجة لازم بعد ما نسلق الليمون نخلي الليمون يبرد خالص علشان نحطه على بعضه ما يبص من الميه السخنه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا بقى معايا على البوتاجاز نشوف هنسلق الليمون ازاي. اهي الميه على النار، شويه ميه صغيرين خالص، هننزل فيها الليمون وهحط معاها كمان قشر الليمون اللي انا عصرته. بس انا مش عايزه ميه اكتر من كده، هي ميتها كده حلوه قوي. بس هيسلق معانا، هوريكم درجه السلق قد ايه او اخد قد ايه على النار، وهرجع لكم تاني. وكده الليمون اتسلق، هي غلوه واحده بس، خليته غلي غلوه واحده بس خلاص كده، وهقفل عليه. كده انا قفلت عليه النار، هسيبه خالص لما يبرد خالص، بعد كده نشتغل فيه. ودلوقتي نعمل خلطة الزيتون والليمون معايا برد، وهحط كل حاجة بقى على بعضها. هنبتدي بقى دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. دي هريسة شطة، ومعلقة عصفور، معلقة حلوة مليانة كده عصفور، العصفور اللي هو بتاع تحليل الليمون، ونص معلقة حبة البركة، وهنحط عليهم عصير الليمون بس كده. اهي الخلطة اهي معايا، ونحط عليها الزيتون، الزيتون ده مصفي خالص، والفلفل، وهنقلب بقى كل دول مع بعضهم كويس، وحطهم على جنب. وده الليمون اهو بعد ما برد، انا جايبه هنا دول 3 معالق ملح كبار، وعليهم نص معلقه حبه البركه، ومعلقه عصفر. هنحشي بقى الليمون ونحطه على الخلطه اللي انا عملتها، الزيتون والفلفل، هنحشي كده، وهحطه برده على الايه، على الليمون والفلفل، وهنقلب كله مع بعضه، وهوريكم هنعمل فيه ايه تاني. اهو هحشيه كله بقى واحطه على الليمون واقلبه كويس وارجع لكم. وده شكل الزيتون والليمون اهو، الليمون حشيته وقلبتهم كويس مع بعض، وده شكلهم. هناخد دلوقتي ايه، ودي الميه اللي انا سلقت فيها الليمون، هما دول كلهم ليمون طبعا ما يترموش، وحطيت فيها شويه الملح اللي انا كنت بحشي بيه الليمون، اللي شويه اللي فاضوا حطيتهم عليه، وهنزود عليها، هنحط عليها 1 2 3 4 5 6
7، وتقريبا كان في معلقتين فاضلين، نقلبهم كويس وهنحطهم على الزيتون. هحطهم على الزيتون اهو، ده شكله معايا. بس كده انا هسيبه كده، ممكن تحطي له بشر جزر وعود كرفس، بس مش النهارده. انا هسيبه كده في الطبق زي ما انتم شايفين كده، بالميه بتاعته بكل حاجه، هسيبه يومين وهغطيه. ده شكلي يا جماعه الزيتون بعد يومين مع التقليب باستمرار، كل طول ما انا داخله طالعه بقلب فيه. حطيت له بقى 10 فصوص ثوم مدقوقين وجزرتين مبشورين ونص كوبايه زيت اهو. انا مش عايزه احط له ميه خالص زياده، هو نزل كل السوائل اللي فيه، السوائل دي هي اللي هتملى البرطمان كده. انا مش هحط ميه من بره خالص، ولا محلول مائي ولا اي حاجه خالص كده، هو هيخلي نفسه بنفسه. وعايزه اقول لكم اقسم بالله العظيم، الزيتون ده لو عملتوه مش يعني ما دقتوهوش قبل كده في اي مكان، الزيتون ده تحفه تحفه تحفه، جربوه والله ما هتندموا. دلوقتي هنعبيه في البرطمان وكده، البرطمان مش هزوده ولا اي ميه، وهو كمان السوائل اللي فيه نزلت خالص، هو مش هيزيد، فكده البرطمان هيتقفل مش هيطلع ميه زياده ولا هيزيد في الميه. هعبي البرطمان وارجع لكم. يا جماعه شكل البرطمان شايفينه، انا ما حطيتش اي محلول ميه، هو نزل كل العصاره اللي فيه اهو، ومش هياخد وقت خالص في التخليل، يعني تقريبا اسبوع وخلاص. انا حطيت فوق الوش هنا فلفل، ما خليتوش زيتون عشان لو حصل له حاجه، بس هو مش هيحصل له حاجه ان شاء الله. وحطيت طبقه زيت، نزود شويه زيت عشان تبقى طبقه عازله بس كده، ونغطي. هنغطيه ونحكمه كويس، وهو مش هياخد وقت معانا خالص ان شاء الله. وده شكلهم بعد ما عبيتهم في البرطمانات، مش محتاج خالص ان هو يستوي خلاص، هو بص لونه مغير خالص خلاص، هو دخل في مرحلة السوا تقريبا اسبوع وخلاص. تفتحيه وتاكلي منه، جربيه والله طعمه حلو قوي، والزيتون بالعصفر حلو قوي، جربوه مش هتندموا ان شاء الله. ولو عجبتكم وصفاتي وعجبتكم اكلاتي لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.